تجامعها في فمها؟ كيف؟ نسأل الله العافية. والله أنا أقترح لو كان النساء يسمعوني أقترح على من يمارس معها هذا أن تدفل عليه 3 مرات وتذهب عنه وتتركه. ترى هذا اقتراح مو فتوى، يعني من باب الغضب. انتبه يا أخي. وعلى المرأة المسلمة أن لا تمكنه من فعل هذه القذارات. ابتعدوا عن التشبه بالكفار، فمن تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا علينا وإياكم ديننا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبعد عنهم الشهوات والشبهات، كما نسأله تبارك وتعالى للجميع العلم النافع العمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد في منار السبيل في الكرسي الآخر إن شاء الله.